الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وأدبنا بأدب القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن وشفع فينا القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. جعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وارزقنا اللهم بكل حرف منه حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزاء. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العالمين العاملين وإلى حلاوة خطابه مستمعين معتبرين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين ولا من رحمتك يا ربنا آيسين وإلى وجهك الكريم ناظرين. لا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم ولا من رؤية سيد المرسلين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وأوردنا حوضا ولا تحرمنا زيارته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا من يرانا ولا نرى يا من يرانا ولا نرى يا من يرانا ولا نرى اجعلنا نخشاك كأننا نرى اجعلنا نخشاك كأننا نرى ومتعنا برؤياك وامنحنا هداك
وأسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقنا القناعة، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة، واحشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة، وأجرنا يوم تقوم الساعة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام، وثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام، يوم يكرم المرء أو يهان. يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا رافع السماء ودافع البلاء، ودافع البلاء، ارزقنا مرافقة الأنبياء وعيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم ارزقنا النصر على الأعداء. نعوذ بك من عضال الداء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن غرور السفهاء، ومن نزول البلاء بعد البلاء. يا رافع الإسلام، يا رافع الإسلام، يا رازقنا الإسلام، يا رازقنا الإسلام، وبعدلك شرعت الأحكام. انصر دينك الإسلام، اللهم انصر دينك الإسلام، اللهم انصر دينك الإسلام، وأحيي الإسلام كله في الكون كله ليعم الخير كله. اللهم أحيي الإسلام كله في الكون كله ليعم الخير كله. اللهم أحيي الإسلام كله في الكون كله ليعم الخير كله. وأحينا اللهم مسلمين، وأمتنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. وانصر عبادك الموحدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام. اللهم انصر دينك الإسلام في كل مكان. اللهم أمنا، ارزقنا الأمن والأمان، والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، وارزق شباب المسلمين زوجات صالحات، وبنات المسلمين أزواجا صالحين، وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا، وارزقنا وإياهم البطانة الصالحة التي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، تقبل دعاءنا يا أكرم الأكرمين. نسألك يا ربنا توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، كما نسألك رضاك والجنة. نسألك رضاك والجنة. نسألك رضاك والجنة. نسألك رضاك والجنة.
نسألك يا ربنا في ختام مؤتمرنا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. نسألك يا ربنا في ختام مؤتمرنا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا امرأة متبرجة إلا هديتها للحجاب، ولا عدوا إلا قصمته، ولا شيطانا إلا طردته. واجعله يا ربنا خالصا لوجهك الكريم، نافعا للإسلام والمسلمين، واجمع به القلوب، وألف به الكلمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. نسألك يا ربنا الفردوس والكوثر والحور، يا من إليه تصير الأمور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. May Allah reward our shuyukh, our reciters, our dear scholars, and all who have participated in the program of the glorious recital over the past few days, including Sheikh Muhammad Jibril, Barakallahu Fih, and Sheikh Muhammad Nabil. May Allah bless him also and give them a safe journey. Inshallah, Sheikh Jibril will be still with Islam Expo for the remainder of the program. Sheikh Nabil is departing, and we ask Allah to give him a safe journey. Please visit www.quranica.com for more information about this type of program and upcoming programs that are taking place in different parts of the country. And inshallah, next there's another session in this very hall. So please stay, enjoy, breathe, and stay with us, inshallah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم.
السلام عليكم. I'll give you a card in a minute. If you move behind the camera, so you can see. Islam illuminated human thought, a revelation or single word entwined. Iqra, read, recite, learn, a quest for eternal truth. Science, philosophy, our very consciousness transformed forever.
Thank you.
Alexis. Thank you.
पहले आपके इतना प्रश्न जो भी दिया था कि आप सुनते दुआ करें हल्ला हमें इस रास्ते रखे रखें बहुत मुश्किल है Can you come around so you're coming towards the camera? Okay. Thank you.
professional in that sort of man. Bullshit time. And keep pushing. Because they're going to be probably trying to bite you or spit at you or maybe vomiting at the same time. So then take the syringe because basically you want to know that the tube is in the stomach and not in the lungs. And if you've got it wrong, given that you've got a patient which is resting on, you could catch the disease in the wrong way and maybe get an aspiration. And I think psychologically it's extremely distressing because they're undoubtedly going to be suffering from discomfort with the tube being put in and being restrained, drawing back so the spirit can help. In their anger, in their anger, they do things that are not allowed because they don't have knowledge. Look what happened in your own country in England a few months ago on 7/7. The people who did this were angry Muslims. They were angry because of the injustices they see happening to the Muslims. But they did not have knowledge on how to react to that anger. They did things they should not have done. And they killed lives that were innocent. And they brought about problems for the other Muslims living here. If they had knowledge, they would know that our beloved Prophet Muhammad, while the Muslims were being literally shredded to bits, never once did our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Meccan era respond with violence and terror. Never once did he tell the Muslims, go kill the people who are doing this. To learn our religion, learn the purpose of our Islam, learn the Quran and Sunnah, learn the fundamentals of Tawheed and the worship of Allah. Sorry. Thank you.
طيب ان شاء الله الحين صار كم صار رمى السفينه خلاص ان شاء الله ان شاء الله Once I was back, it's a bit of chilling, and he became kind of like this. He was in a permanent coma. He awakens only for a few seconds, uttering God's name during the call to prayer. Except touch his son's head and beseech God sincerely and sincerely. And to get rid of their black hatred. Some of them came only a few years ago. While others are the sons of those who immigrated decades ago. They all are the Muslim Palestinian tribe. They want to build their temple on the ruins of Al-Aqsa. Will 1 billion Muslims allow that? Yes.
سيف وعدم إكرى شيخ يركع قتل الحب وعينا أدمع قتل الحب وعينا أدمع قتل الحب وعينا أدمع قتل working globally. Cooking and cooking. Yeah. 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 Yeah.